تداولت وسائل الإعلام مواقع إخبارية وثيقة تحمل مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 2 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية في اجتماعها الخميس الماضي. وجاء في الوثيقة التي تم تداولها في أكثر من موقع إخباري، يتشكل المجلس الدستوري من 9 أعضاء لمأمورية لا تتجاوز 9 سنوات. يعين الرئيس 5 أعضاء من المجلس الدستوري، أحدهم باقتراح من زعيم المعارضة الذي يحل حزبه كأكبر أحزاب للمعارضة تمثيلا في البرلمان. أما العضو السادس بالمجلس الدستوري فيعينه الوزير الأول، ويعين رئيس الجمعية 3 حسب ترتيب الأحزاب من حيث التمثيل البرلماني كما جاء في المادة 8 الجديدة. مقترح رمز العلم الوطني الذي يحمل نجم وهلال ذهبيين على خلفية خضراء على جانبيه شريطان أفقيان مستطيلان لونهما أحمر قان. وتتم المصادقة بقانون على نموذج الرمز الوطني، ويحدد القانون أيضا ختم الدولة والنشيد الوطني. المادة 92 جديدة تلغي محكمة العدل السامية، ويعاقب رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته من طرف هيئة قضائية تشكل من أعلى المحاكم في التنظيم القضائي. المادة 96 جديدة يستشير رئيس الجمهورية المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ويبدي رأيه في القضايا ذات الصلة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي، وسينظم قانون تشكيلة وصلاحيات وسير المجلس. المادة 98 جديدة المجموعات الإقليمية للجمهورية هي البلديات والجهات، وتدار المجموعات الإقليمية من قبل المجالس الجهوية المنتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون. وكان المشاركون في الحوار الوطني الشامل قد أصدروا وثيقة ختامية تطرقت لتعديل يطال هذه المواضيع، وطالبت بالتسريع في تطبيقها.